مساء الخير، عم نطلع عليكم اليوم من خلال برنامج Property Yours لنعرض آخر العقارات الموجودة بلبنان. إذا كنتم بترغبوا بشقة سكنية، مكتب أو فيلا، ما لكم إلا تتابعوا الحلقة، خليكم معنا. لوكجري بيلدينغ للأجار خاصة للهيئات السياسية والدبلوماسية بمنطقة اليرزي. بناية جاهزة للسكن، موقعها فخم بطلعة فيو بيروت والبحر من كل الطوابق. مؤلفة من 4 طوابق للسكن وأبارتمنت وحدة بالطابق. 3 شقق بمساحة 850 متر مربع وشقة وحدة بمساحة 650 متر مربع، بالإضافة ل 1500 متر مربع برايفت جاردن تابعة للبناية. طابق واحد فولي فيرنشت وديكوريتد، وكل أبارتمنت عندها مدخلين. من أهم المواصفات 5 برايفت جنريترز، 2 إليفيترز، يوروبيان ماربل، هاي أند باثرومز، شمني، شوفاج وسنترال أي سي، واثنين كيتشنز بكل أبارتمنت. كل الغرف ماستر مع ووك إن كلوزت. أما الروف كاشف على فيو 360 درجة، جاهز للاستعمال وللإيفنت. 2 أندرغراوند فلورز لباركينج 50 سيارة وللستورج. جيتد لوكجري بيلدينغ وسيكوريتي مأمنة، موقعها فخم واستراتيجي باليرزي قريب من بيروت. هاي أند فينيشينج ومعايير عالية بالعمار، والبناية جاهزة للأجار. I've been lost and I've been broken. I've been down the border hoping I'm still reaching for the sun. فتأ فيليج 222 مشروع خاص للسكن بمرحلة الكونستراكشن بمنطقة كسروين، تحديدا فتأ، قريب دقائق من الطريق العام وكاشف على بانوراميك فيو. مؤلف المشروع من 25 فيلا، 13 افيلبل للبيع. فيلا التريبلكس جراوند فلور مخصص لباركينج 4 سيارات مع درايفرز روم، أما الطابق الأول والثاني للسكن. كل فيلا تريبلكس مساحتها 500 متر مربع وتابع لها جاردن ابتداءً من 70 متر مربع. هاي أند انتيريورز بيتضمنوا برايفت إليفيتر، رخام بالصالونات مع جيبسون بورد ديزاين، شوفاج وبلت إن أي سي، 3 غرف نوم ماستر مع تيراس، بالإضافة لستورج روم. فتأ فيليج 222 بروجكت سكني بجيتد كوميونيتي مع سيكوريتي مأمنة ومدخل خاص، حالياً بآخر مراحل الفينيشينج. 13 فيلا أفيلبل للبيع والتسليم بآخر 2017. إمكانية التقسيط لمدة 360 شهر والسعر 1500 دولار بالمتر. تريبلكس 760 متر مربع بأهم موقع بالأشرفية، بعيد أمتار عن ساحة ساسين، وفيو 360 درجة بكل الطوابق. فولي فيرنشت أند ديكوريتد، مصمم بفخامة وبحالة ممتازة. 3 طوابق بيوصلن بانوراميك انترنال ليفت بالإضافة لدرج مشترك. أول طابق 280 متر مربع، مؤلف من 3 ريسبشن أرياز مع داينينج روم. جست باثروم، مطبخ وتراس. بيتميز أول طابق بدبل هايت موصول بالطابق الثاني، مساحته 200 متر مربع، مخصص ل3 غرف نوم ماستر وكيتشنات. أما آخر طابق فهو للإنترتينمنت وون ماستر بدروم بالإضافة لكيتشنات. لوكجري فينيشينج بالداخل وفرنتشر كلها كاستم ميد. كل طابق عنده مدخل مستقل ومأمنة فيه جميع الخدمات. مواصفات التريبلكس بتتضمن أرض رخام، فاونتن بالصالون، شمني ودبل جليزينج. هاي أند تريبلكس مميز وفخم ببرايم لوكيشن بالأشرفية. عنده 2 برايفت جنريترز، 4 أندرغراوند باركينج مع ميدز روم، وجيم بأول طابق.
للبيع بسعر 2,750,000 دولار. أدما جاردن 975 بروجكت جاهز للسكن مع هاي اند فينيشينج مؤلف من 3 بلوكس. فيو من أدما ما بيتسكر عليه، سو بيروت وخليج جوني. 8 available apartments، 3 منهم دوبلكس والروف بيتقسم حسب الطلب. البالكون من كل الشقق بيطل على بانوراميك فيو واسع. برايفت سويمينج بول للمشروع بمواصفات عالية بالإضافة لكاف واثنين أندر جراوند باركينج للسامبلكس وثلاثة للجوبلكس. جيبسون بورد ديزاين، اي سي يونتس وشوفاج بكل البيت وامدادات لفاير بليس على الغاز. أما المطبخ والباثرومز بيتسلموا على الطلب. رخام بوتوتشينو كلاسيكو بالصالونات وسيراميك أوروبي بالباثرومز. Underground water tanks و pipes على كفالة 50 سنة. أدما جاردن 975 بروجكت فخم والأبارتمنتس جاهزة للسكن وفولي إكويبت. مساحتها بين ال 280 متر مربع سامبلكس لل 500 متر مربع دوبلكس. ستارتنج برايس 2200 دولار بالمتر. ويزي هيلز هاي اند بروجكت بمرحلة الكونستراكشن، موقعه استراتيجي بعبدة قريب من وزارة الدفاع وعلى بعد 10 دقائق من بيروت. فيو بطل على البحر والجبل، ارتفاعه 350 متر عن سطح البحر. بروجكت مؤلف من 13 بلوكس للسكن. مساحات السامبلكس تتراوح بين 190 و230 متر مربع بالإضافة لجاردنز، أما الدوبلكس بين 330 و400 متر مربع بالإضافة لتيراس. لوكجيري فينيشينج بالداخل. بروجكت خاص للسكن بجيتد كوميونيتي ومأمن فيه سيكوريتي عالية. من أهم الخدمات المأمنة بالمشروع جيم، سوبر ماركت، جاردنز، 2 سويمينج بولز وكافيه. سبيسيفيكيشنز عالمية منا عمار إيكو فريندلي، ووتر بروفينج سيستم، سيستم ضد الزلازل، دبل جليزينج وبرايفت جنريترز. كل أبارتمنت تابع لها 2 ل3 باركينج بالإضافة لستورج رومز. لويزا هيلز لوكجري بروجكت ببرايم لوكيشن وأكسس سهل من الأوتوستراد ومعايير عمار عالمية. أما التسليم بآخر صيف 2019. أكد بعض الخبراء العقاريين أن القطاع العقاري بالرياض ما زال يعاني تدني عوائده بالربع الثالث من العام الجاري، وتوقع الخبراء أنه تؤدي الجهود المستمرة اللي عم تبذلها المملكة لتنويع الاقتصاد إلى أثر إيجابي على قطاعات السوق العقاري على المدى المتوسط. وأوضحوا أنه سوق الوحدات السكنية بالرياض بقي مستقر بالربع الثالث من العام الجاري لكل من الشقق والفيلات، فيما بقي سوق المساحات المكتبية عم بيشهد انخفاض بأسعار الإيجارات بالرياض. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كتيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وترسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكن تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافية المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا بترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على الموعد.